حقيقة ما فهمش هذا الإصرار الغريب على هذه الكاميرا الخفية اللي كيعذبونا بها كل عام. داخل الموسيقى مجهدة وكل شي ناشط. كل شي ناشط. والأسعار رخيصة قوي قوي قوي. الحمد لله. كنت لبدك بهذا الشيء كنت لب. يا الدم هضربوا لي على رجلي. صافي. دابا واش حنا كيشوفونا؟ ما كيشوفنا حتى واحد. واش لهاد الدرجه هادي كتحتقرونا وكتحتقروا ذكاء المغاربه؟ لعب مسيره طويله جدا واللي كسبت من خلالها بالخصوص، وهذه اللي كنبغي نسطر عليها بجميع الالوان الا الاسود. طويل بحال بونو، زوين بحال زياش، صحيح بحال مرابط، خفيف بحال اوناهي، وكيدوي مزيان بحال ركراكيش. كتكون نتوما فاش يعني على انه المونديال يلاه داز شهرين وانتوما درتيو لنا واحد السيتكوم كيهضر عليه. ايوا وين كتبتوا هذا الشيء وين درتوه وين مثلتوه؟ وتبارك الله عليكم، يعني عباقره في مجال السينما وفي مجال السيت كوم. هذه نفوتوها. ما فهمتش ايضا كيف جميع المغاربه كيفاش على انه كل سنه كنخسروا اكثر من 20 مليار على هذا الشيء اللي يسمى للاسف الشديد ابداعا، وهو لا يمت للابداع بسيله. هذه سخافه، هذا ضحك على الذقون. نفس الممثلين، نفس الحكايات، نفس السيناريوهات، كتحطونا كأنه رمضان ما تغير وكأن الزمن لا يتقدم معكم. نزيد ونرجع وكنقول ونرجع لهذيك الكاميرا الخفية اللي سميتها حضاتها، وهي اسم فعلا على مسمى، كاميرا خفية سميتها مشيتي فيها، ورحنا فعلا ماشيين فيها، واللي خاص الواحد يهرك باش تضحك. ولكن علاش غادي تضحك؟ حنا راه علاش غادي نضحكوا على البصله اللي وصلت 20 درهم، نضحكوا على مطيشه اللي وصلت 18 درهم. وفعلا راه مشينا فيها ملي وصلت الاسعار لهذه الدرجه، دون ان تحرك الحكومه ساكنا ودون ان تعطي تفسيرا. وكلما تحدثت ادمت المغاربه ومرضاتهم في عقلهم وزادت الطينه بله. مشينا فيها لانه ملي كيجيك واحد وكيقول لك اولدي انتم ما كتشوفوا غير البصله وماطيشه وارتفاع الاسعار، وكتخلوا الاوراش الكبرى ما كتكلموش عليها. كنجي وكنقول له الاوراش الكبرى ماشي الحكومه اللي دارتهم، دارهم جلاله الملك. ارون انتم باش درتوا؟ نتحاسبوا معاكم. درتوا سيدي، درتوا غلاء اسعار، وصلتونا في سابقه تاريخه لاول مره السردين 500 ريال، مع انه عندنا جوج بحوره، وصلتونا الماطيشه والبصله ل 18 20 درهم. وبغينا نتكلم معكم ونسالكم انتم، خلوا الاوراش الكبرى ليست مجالا للمزايده، اجوا نتكلموا معكم في اوراشكم انتم الصغرى، وما ماشي حتى المتوسطه واللي وصلتنا. نجوا نتكلموا على مدار هذه اكثر من 14 سنه ولا 15 سنه ولا 16 سنه، وانتم تتحدثون عن مخططات خضراء وزرقاء وصفراء وبكل الوان الطيف. ماذا اش وفرت هذه للمغاربه؟ اليوماتيه كل شيء كنستوردوا، الابقار هاكم انتم استوردتوا هذه الفضيحه ملي ديال البقر، هذه الفضيحه ديال البقر اليوماتيه اللي استوردتوا من البرازيل، واللي كيشوفتوا كتسد النفس. والله العظيم واخا تكون، وسمحوا لي غادي نستعمل واحد المصطلح دارجي مغربي، والله واخا تكون مهاوش على اللحم يتسد لك النفس، والله واخا تكون امراه وتوحم على اللحم وين تشوف هذا النوع من البقر والله ما تلا تاكلو. بقر كيحسب ضلوعه، كيفكرنا بعام الشده، عام الزوم، عام الويل، الكحل اللي كانوا يتكلموا عليه المغاربه، عام الجراد. واش دخلت عليكم الله؟ واش هذا بقر هذا تستوردوه؟ نرجع وكنقول، وعلاش انتم هذا المخطط الكبير اللي درتو وسميتوه المخطط الاخضر والجيل الاخضر ما استطاع يوفر للمغاربة الاكتفاء الذاتي من البقر ومن الاغنام؟ ونحن مقبلين على عيد الاضحى، فين غتستوردوها؟ تستوردوها من الارجنتين ولا من كوالالمبور؟ فين غتستوردوها عاوتاني وتجيبوها لنا بنفس الشكل اللي يسد النفس؟ نحن اصلا نفسنا مسدوده. ما وفرنا الاكتفاء الذاتي لا من هذا الشيء، من الابقار ولا من الاغنام ولا من الخضر ولا من الفواكه ولا من غيره، مع انني كنزيد وكنكررها وكنقولها، المغرب بلد فلاحي وليس بلد صناعي. وللاسف الشديد الفواكه لم نتحدث عنهم، مات لنا قادين نشروهم، ولا تلاو قادين المغاربه كاع يشدوا اخبارهم. المغاربه شادين هذا النقاش هذا اللي تكلم عليه شي حد وقال لك ولدي حصرتونا في هذا النقاش هذا فقط. ايوا انا كنتفهم وبغيت نرجع لموضوع الابقار، والله اتفهم وكنضحك في نفس الوقت. كيفاش
نتفهم الناس اللي كتدافع على الحكومه ورئيس الحكومه مزيان، ما كاين حتى اشكال، هذه اختيارات، هذا يدافع وهذا ينتقد، وهذا هو النقاش العمومي الذي يحيي الحياه السياسيه داخل المغرب ويحرك هذا المشهد الراكد. احنا ماشي ضده، ولكن ان تدافع عن رئيس الحكومه وعن الحكومه وتدافع عن ابقى رئيس الحكومه، وهذه قمه في التملق والنفاق. والله ينطبق عليكم البيت الشعري الذي يقول في عهد المماليك في مصر: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها ولكنها رقصت من عدلكم طربا. حتى انتم زاد، والله يا المغاربة ما مرقوا بهم الجوع، ولا والله إلا بنا غير الشبعان، حنا اللي شبعانين وعنا كل شيء الخير شايط وعنا وبزاف على التملق وبزاف على النفاق. وكان فهمك أخويا تشكر رئيس الحكومة وتشكر الحكومة وتساندها وتقول دارت ودارت ودارت ودارت، ونحن اللي عميين ما كنشوفوا والو، ونحن اللي كيعجبنا غير الانتقاد، ونحن عدميين وعلى اللي متشائمين، ونحن في خانة أولئك الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب. متفق معك، ولكن أن تدافع عن أبقار رئيس الحكومة ولا عن أبقار الحكومة اللي استورداتها، واش دخلت عليك بالله؟ قمة التملق وقمة النفاق. فين هاد الأبقار هذه؟ هذه الأبقار تسد النفس، وراك تضحكنا هاد الأبقار اللي كنشوفها.